يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا كثير من الناس لا يعرفون العقيدة الصحيحة، وأكثرهم صوفيون، وأنا طالب في جامعة الإمام من طلاب المنح، هل يمكن أن أشرح لأهلي ولأصدقائي هذا الكتاب، كتاب تجريد التوحيد، وبما تنصحني حفظك الله في تعليم العقيدة، بأي كتاب أبدأ إذا ذهبت هناك؟ الله أقرب شيء وأوضح شيء كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه مأمود مبني على آيات وأحاديث وكلام أهل العلم والسلف الصالح، أحسن شيء تقرأ عليهم فيه وتقرأ في شروحه عليهم. نعم.